شايف اللحظات الصعبة دي وانت في بره مصر، شفتوا اللحظات دي ازاي وماذا حدث في بعثة النادي الاهلي بعد خروج منتخبنا الوطني؟ كابتن اسلام برحب بحضرتك وبرحب بالكابتن سمير وبرحب بكل الساده المشاهدين. طبعا انا هبدا من كلام حضرتك واخر الكلام وخروج منتخب مصر من بطوله افريقيا. بصراحه المشهد كان حزين جدا، كلنا كنا حريصين على ان احنا نكون متواجدين الفريق بالكامل اتفرج على المباراه، لكن واضح ان كان في حزن كبير على اللعيبه وعلى الجهاز الفني. كان نفسنا ان منتخب مصر يكمل، كان نفسنا ان منتخب مصر يلاقي المنتخب النيجيري، لكن هو ده حال كره القدم. كل اللعيبه كابتن اسلام الصراحه، يعني كل اللعيبه اللي كانت موجوده حتى اللعيبه اللي كانت تتمنى انها تنضم لمنتخب مصر، هم اول اللعيبه اللي زعلانين، هم اول اللعيبه اللي كانوا يتمنوا ان منتخب مصر يوصل لابعد مدى ممكن، لكن زي ما انا قلت هو ده حال كره القدم. طبعا يا كابتن اسلام وصلنا الحمد لله بالسلامه، وبقول لحضرتك الله يسلمك على كلامك. رحله كانت حوالي 4 ساعات ونص، وصلنا الى مطار اليكانتي، ومن اليكانتي ركبنا اتوبيس حوالي 45 دقيقه الى مقر الاقامه. مقر الاقامه على اعلى مستوى، معسكر بمعنى الكلمه، كل حاجه موجوده، كل الخدمات اللي ممكن لاعب كره يتمناها او يجدها من تغذيه، استعدادات للتدريبات، اي حاجه ليها علاقه بالاستشفاء، كل ده موجود في معسكر النادي الاهلي. حضرتك عارف ان كان مفروض في او كان بالبرنامج القديم كان يبقى في مباراه بكره، لكن بسبب يعني تعديل في البرنامج الخاص بالنادي الاهلي تم ترحيل المباراه علشان تكون ان شاء الله بعد بكره اولى لقاءات النادي الاهلي الوديه مع سمارت سوكر احدى الفرق الاسبانيه، ودي اول مباراه. تاني مباراه ان شاء الله هتكون يوم 11، ومباراه هتكون مع نيوبورت الانجليزي. لكن يا كابتن اسلام حضرتك عارف ان 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 الاسبانيا والمناخ مختلف عن مصر في التوقيت وعن غروب الشمس وعن شروق الشمس، وبالتالي تمرين الفريق الساعه 7 وده بيكون في فتره النهار بالنسبه لاسبانيا. بكره ان شاء الله البرنامج هيكون كالتالي، الفطار هيكون الساعه 8:30، وبعديها اللعيبه هتتوجه الى ملعب التدريب علشان يستعدوا باولى الفترات الصباحيه. لسه هنعرف اذا كان في فتره مسائيه ولا لا، لكن علشان خاطر في مباراه هتكون بعد بكره ان شاء الله، فوارد ان كل حاجه تكون وارده سواء بالتدريب الخفيف المسائي او الاكتفاء بالتمرين الصباحي. كل ده هنعرفه بكره من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بكره ان شاء الله بعد التدريب الصباحي. النهارده طبعا كل اللعيبه شاركت في المران، اكتفى الخمس لعيبه اللي هقول لحضرتك عليهم بالتدريب مع الكابتن طارق، وكانوا بيغيبوا عن التدريبات. مؤمن زكريا غاب عن التدريب الاساسي، ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وحسين السيد واخيرا احمد الشيخ. خمس لعيبه ما كانوش موجودين في التدريبات، لكن هم حريصين على التدريبات مع الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. كل الامور ماشيه بشكل كويس جدا، الرطوبه فيها بعض الشيء مرتفعه شويه، لكن الجو بيتحسن مع يعني يا كابتن احنا عندنا العشاء الساعة 9:30 تقريبا بتوقيت القاهرة، فعشان كده بقول لحضرتك احنا النهاردة مخلصين التدريب حوالي الساعة 9:15. كان الجو يعني نهار، ما كانش عندنا أي مشاكل، خلصنا التدريب وطلعنا على طول. المسافة ما بين الملعب والأوتيل حوالي 5 دقايق، ف يعني الوقت ما كانش طويل. رحنا على طول على الفندق او مقر الاقامه، اتفرجنا كلنا على المباراه مع بعض، وحتى تم تاجيل وجبه العشاء علشان تكون ما بين الشوطين علشان كل لعيبه تكون حريصه على انها تتفرج على المباراه. لكن زي ما بقول لحضرتك للاسف منتخب مصر لم يستطيع انه يتخطى دور ال16 ويذهب الى دور ال8 علشان يلاقي المنتخب النيجيري. منتخب مصر خرج، يتبقى منتخبين عربيين سواء منتخب تونس او منتخب الجزائر، نتمنى واحد منهم ان شاء الله ان هو يتوج باللقب علشان خاطر يعني اللي يعني يكون فيه توفيق للي ما قدرش يتوفق فيه منتخب مصر ومنتخب المغرب. يا كابتن اسلام لو عندك اي سؤال اتفضل تحت امرك يا كابتن. مارتن لاسارتي ما قالش حاجه بعد خروج المنتخب او تعليق معين سيد عبد الحفيظ؟ انا يهمني مثلا يا عمر ان احنا وانا عارف ان انت تقدر تعمل كده يعني، لانه واحد زي احمد فتحي يهمني تعليق واحد زي احمد فتحي، الاحاديث الجانبيه اللي في بعثه الاهلي وانت تعتبر واحد منهم يعني، واحد من اللي موجودين في وسطهم ويعني شفته من ده كتير.
فيهمني واحد زي احمد فتحي مثلا قال ايه بعد هذا الخروج، خصوصا ان هو كان من العظماء او من جيل العظماء. يهمني واحد زي رمضان صبحي مثلا عمل ايه بعد ما عرف وبعد ما كان بيشارك في كاس العالم ما كانش موجود ولقى نفسه او لقى منتخب بلده خرج من البطوله. مارتن لاسارتي كمدير فني كيف راى البطوله؟ انت فاهم؟ بص يا كابتن اسامه، انا هحكي لحضرتك بالظبط الموقف اللي كان بيحصل او ازاي كنا بنتفرج ونتابع احداث المباراه. اللي حصل ان احنا كلنا كنا موجودين فعلا، يعني حضرتك انا قاعد بتفرج مع مش لعيبه النادي الاهلي، انا بتفرج مع مشجعين لمنتخب مصر. كل كوره شناوي او محمد الشناوي بيصدها اللعيبه كلها بتسقف، اللعيبه كلها بتحييه. فعلا اللعيبه متحمسه مع كل لعبه، مع كل تشتيته، مع كل فرصه خطيره على منتخب مصر. اللعيبه كلها كانت زعلانه، رمضان صبحي كان زعلان جدا جدا، احمد فتحي كان زعلان جدا جدا. حضرتك عارف ان اللعيبه تعبانه جدا من السفر، تعبانه من الاربع ساعات ونص، وبعد كده 45 دقيقه، وبعد كده كان في تدريب شويه، كان في بعض الاحمال، وبالتالي اللعيبه اصلا ما صدقت ان المباراه تنتهي علشان خاطر يروحوا ل طبعا غرفهم الخاصه علشان خاطر يستعدوا ويناموا كويس جدا قبل التدريب اللي هيكون بكره. وبالتالي ما كانش في فرصه لاي احاديث جانبيه ما بين اللعيبه بينهم وبين بعض، وكلهم بلغه الكوره كانوا متضايقين جدا يا كابتن اسلام. كلهم كانوا يعني في حزن كبير جدا جدا. اعتقد ان الكلام هيكون ما بين اللعيبه بينهم وبين بعض بكره في التدريب الصباح، هنبدا يعني نعرف رايهم في اداء المنتخب. لكن واضح يا الإسلام إن مش بس لعيبة الأهلي هي اللي مش راضية، ده كل مصر مش راضية عن النتيجة للأسف وعن الأداء. والله يا كابتن فعلا لو حضرتك جيت وشفت وقعدت هتلاقي إن اللعيبة متفرجين مشجعين. تحس إن هو متعكنن يعني مع سفر ومع مروح وجاي وسفر. بتقول هنا بتبقى قاعد زعلان، انما بره انت في غربه بتبقى متضايق، وباين على شكل عمر طبعا. طبعا يعني نتمنى لكم يا رب كل التوفيق. هل هناك احداث اخرى عمر حصلت النهارده؟ معلش، وهو احنا في ظرف صعب جدا، انا عارف وعارف ان انت في موقف صعب جدا طبعا، لكن كلنا كمصريين طبعاً يجب ان احنا نجتاز هذا الموضوع. يعني يا كابتن اسلام زي ما حضرتك قلت، احنا في غربه، فالموضوع بيكون صعب جدا، والواحد جرب الموضوع ده اكتر من مره. لكن الناس اللي موجوده في مصر والجمهور اللي موجود في مصر اكيد حاسس، لكن الموضوع لما بيكون في الغربه الموضوع بيكون مختلف تماما. مفيش اي حاجه يعني مميزه اقدر اقول لحضرتك عليها غير ان بكره ان شاء الله 8:30 هيكون الفطار، اللعيبه هتنزل بلبس التدريب، وبعد لبس التدريب ان شاء الله هيتوجهوا مباشره الى ملعب التدريب لاداء الفتره الصباحيه. اللعيبه كلها مركزه. بالنسبه لمستر مارتن لاسارتي ما قالش اي تعليق ولا اتكلم في اي حاجه. يعني الكلام على اللعيبه اللي خلصت مع منتخب مصر على انها تكون موجوده مع البعثه، ده هيكون بالتنسيق مع الكابتن سرب حفيظ ومع اللعيبه، اربع لعيبه اللي موجودين في منتخب مصر: الشناوي، وليد سليمان، ايمن، اشرف، مروان محسن. وهنشوف ايه اللي ممكن يحصل سواء بالتنسيق معاهم وانهم يقدروا يجوا الى المعسكر في مدينه اليكانتي في اسبانيا علشان يلحقوا مع البعثه ويقدروا انهم يستفيدوا بقدر المستطاع قبل بداية أو قبل نهاية موسم حالي وقبل بداية موسم جديد. كابتن إسلام أنا بشكرك جدا يا عمر، ويعني أنا عايزك تطلع تنام على طول لأن أنت شكلك تعبان ومتنكد، وكلنا الحقيقة تعبانين ومتنكدين النهاردة، ولكن أنت شكلك كمان بقى من السفر وكده تعبان. أنا متنكدين الصراحة جدا يعني. بشكرك كابتن إسلام، يعني إن شاء الله تيجي بألف سلامة. ونشكرك شكرا جزيلا عمر ربيع ياسين زميلنا الحقيقة اللي هيكون